الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من ختم الله به الرسالات وأتم به النبوات، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، عليه من الله تعالى أفضل السلام وأتم الصلوات. أخي رئيس المجلس المحلي في جلجوليا الشيخ جابر جابر، أخي الشيخ رائد عاصي، الإخوة من كفر برا، الإخوة والأخوات من جلجوليا، أيها الإخوة المرابطون في أرض الإسراء والمعراج، يا من أكرمكم الله تبارك وتعالى بالانتماء إلى هذا الدين المجيد، يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا أمة القرآن المجيد، ويا أمة رمضان المبارك شهر التنزيل، يا أمة ليلة القدر، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ها هو شهر رمضان يقبل علينا، يقدم عليكم بطعم العزة التي اشتقتم إليها، سيقدم عليكم بإذن الله تبارك وتعالى، وقد رفع الله تعالى رؤوسكم عالية شامخة بمشيئة الله عز وجل. إني أرى في الأفق نصر الإسلام قادم بإذن الله تبارك وتعالى. يا من شحبت وجوهكم وغضبتم وحزنتم بالأمس للمؤامرة والخيانة على الرئيس المؤمن المسلم الصادق التقي حافظ كتاب الله الدكتور محمد مرسي، أبشروا فإنه عائد بإذن الله تعالى، عائد ليس ليكون رئيسا لمصر بل زعيما للأمة العربية والإسلامية كلها إن شاء الله. الله أكبر ولله الحمد. 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 أيها الإخوة الكرام، الطالب في المدرسة لا يحب قاعة الامتحان، الطالب في الجامعة لا يحب هذا الكد وهذا العرق وهذا التوتر الذي يصاحب الامتحان، ولكنه لا ينال الشهادة ولا يرتقي درجة إلا أن يخوض الامتحان فينجح في الامتحان فيرتقي من مستوى إلى مستوى. يريد الله تبارك وتعالى أن يهيئ الأمة إن شاء الله تعالى، أن يهيئها لخلافة راشدة على منهاج النبوة تعم الأرض. كيف يتم ذلك؟ كيف لنا إذا كان مجموعة زعران في ميدان التحرير تريد أن تتحكم فينا وتفصل رئيسنا؟ كيف يتم ذلك؟ لابد من الامتحان، فيميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث كله في صف واحد فيركله جميعا، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم وبئس المصير. ولذلك أيها الإخوة، لقد اجتمعت كل قوى الخيانة في ميدان واحد وفي مخطط واحد وفي مؤامرة واحدة. المؤامرة ليس عمرها أسبوع ولا يومين، المؤامرة عمرها أكثر من سنة، من اليوم الأول الذي استلم فيه الرئيس مرسي الرئاسة بدأت تخطيط للإطاحة به. ولذلك أيها الإخوة، اسمحوا لي ونحن نتحدث عن رمضان أن نقدم على رمضان بهمم عالية وبمعنويات مرتفعة. خاب من يظن أن ينال من عزائمنا أو يظن أن يذلنا بعد أن عرفنا طريق العزة وراء محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، كل تحركات القضاة المتآمرين الذين برأوا كل المجرمين جزء من المخطط والمؤامرة، كل تحركات الإعلاميين الذين ظلوا في حرب مستمرة على الرئيس مرسي وعلى الإخوان وشيطنوا الإخوان وجعلوا مرسي وكأنه أخونا مصر وغير ذلك، كلها جزء من المؤامرة. حتى إقالة حمد بن خليفة آل ثاني بتاع قطر جزء من المؤامرة، وأنا أقول لكم ما الجزء فيها. عرض عليه، أعتقد ذلك هكذا أتصور، عرض عليه مخطط الانقلاب، فلعل الرجل قال لهم أنا لا أستطيع، بتسود وجهي،
أنا دعمت الثورة، أنا دعمت مرسي، كيف الآن لي فجأة أن أوافق معكم على عزل مرسي؟ قالوا له إن لم تكن على قدرها فتنحى جانبا، وإلا ننحيك نحن، نفصلك قبل ما نفصل مرسي. فقال لا، أفضل شيء نطلع ببياض الوجه وكأننا عملناها يعني سابقة لم يسبقنا عليها أحد من العرب، نتنحى وبنخلي ابننا يكمل الطريق، وابننا لو غير المسار وغير الخطاب لا بأس عليه. يريد الله تعالى أن يكشف كل الذين كانوا من الليبراليين ومن مدعي الوطنية والقومية الذين كانوا في ميدان التحرير بركلة واحدة، ومعهم شيخ الأزهر، ومعهم البرادعي وحمدين صباحي وغيرهم، وبعضهم المنشقين عن حزب النور. والآن أيها الإخوة، في هذه الساعات عشرات الملايين يملؤون الساحات والميادين في مصر، أكثر من 30 مليون، أكثر من 30 مليون، الرجل في ميادينه والمرأة المصرية في ميدانها. أقول لكم يا أبناء جلجولي أو كفر برا ومنطقة المثلث الجنوبي، يا معقل الحركة الإسلامية والصحوة الإسلامية في هذه البلاد، أقول لكم الله أكبر يا الحمد، الله أكبر يا الحمد، الله أكبر يا الحمد. أقول لكم يا إخواني، إن الهمة التي ترفع هذا الصرح الشامخ مسجد النهضة في شهرين، هي همة مسجد الروضة في شهرين، تستحق إن شاء الله أن يكون بجوارها وبجانبها في هذه الأرض الطيبة، أن يكون فيها شعب أبي إذا ما نودي لنداء الواجب يهب في ساعة من ليل أو نهار. ألا ترون؟ الله أكبر ولله الحمد، 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 الله أكبر ولله الحمد. بوركت هذه السواعد، وبورك المنفقون، وبورك أهل العطاء الذين يسهرون على خدمة دينهم. أيها الإخوة والأخوات، إخوانكم في مصر عندما تقرر قيادتهم في ساعة واحدة أن يدعو إلى مليونية في ساعة واحدة، بيكون المليون شخص في الساحات موجودين في ساعة واحدة. نحن في زمن عودة الإسلام بقوة إن شاء الله تعالى، فلا تتخاذلوا عن دعوتكم. كل إنسان تنحى جانبا عن دعوة الإسلام، أخذ قسطا من الراحة لفترة، أحال نفسه إلى التقاعد، نقول له واجب الإسلام الآن يناديك، واجب الإسلام يناديك. رجلا وامرأة، طفلا وشيخا، كلنا إذا ما نودينا ودعينا لنداء الواجب لنصرة هذا الدين سنلبي بعون الله تعالى. فمن يرفع يده مستعدا لنداء الواجب إذا ما نودي لخدمة الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى، من يرفع يده يتعهد أن يكون في نصرة صف الإسلام والمسلمين. بوركت هذه الأذرع، بوركت هذه السواعد، جزاكم الله خيرا. أبشروا أيها الإخوة، رمضان يأتينا بإذن الله تبارك وتعالى، فيه النفحات الإيمانية، النفحات الربانية، وفيه شموخ الإسلام بإذن الله. سيعود بإذن الله تعالى الدكتور مرسي إن لم يكن الليلة غدا صباحا إن شاء الله تعالى، وسيعود إن شاء الله ليطهر الصفوف، سيعود بقوة، سيعود وقد افتضح كل الخون على مستوى مصر وعلى مستوى الوطن العربي كله إن شاء الله تعالى. وستنتهي إلى الأبد قضية هذه المؤامرات وهذه المليونيات المدعومة بالمخابرات وبفلول مبارك، وسينتهي إلى الأبد محاولة إسقاط الإسلام السياسي في مصر وفي غيرها، وسيعود المشروع الإسلامي بإذن الله. وقبل أن أغادر هذه المنصة لكي أنتقل إلى إخوانكم في الطيرة الذين ينتظرون أيضا في ختام أسبوع الدعوة إلى الله عز وجل، أقول لكم يا إخواني الكرام، تذكروها جيدا إن شاء الله تعالى، وقد تكون كلماتنا معدودة علينا ومحسوبة علينا. في مثل هذه الأيام بعد 10 سنوات، هذه العشرية إن شاء الله تعالى،
بإذن الله تبارك وتعالى هذه العشرية حتى 2023 القادم بإذن الله 10 سنوات لن تروا على وجه الأرض راية أعلى من راية التوحيد. الله أكبر ولله الحمد. لن يكون على وجه الأرض. الله أكبر ولله الحمد. لن يكون بإذن الله تعالى راية تفوق راية لا إله إلا الله. سيخضع الشرق الأوسط كله لحكم الإسلام، وسيعود بعد ذلك عزيزا كريما قوة ثالثة في هذا الوجود، ولن يعود معسكران فقط شرق وغرب، بل كما كان فرس وروم وجاء الإسلام ليغطي على الفرس والروم، سيعود الإسلام سيغطي على فرس اليوم وروم اليوم بإذن العزيز المقتدر سبحانه وتعالى. بارك الله لكم في شهر رمضان المقبل الفضيل، ونفع الله تعالى بكم الأمة إن شاء الله تعالى بعطائكم وسخائكم وقوة عزيمتكم إن شاء الله تعالى. يمنوا خيرا وأبشروا بإذن الله تعالى بفرج قريب من الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.